صباح الخير عليكم، يسر راكم كاع ملاح بالصحه لاباس. مرحبا بكم في كوزينتكم كوزينه لوتي. اليوم للناس اللي ما تنجح لهمش لا بيتزا، جبت لكم بكيفيه لا بيتزا ناجحه 100% بخطوات بسيطه وبمقادير بسيطه. راح نوجدوا احسن واروع بيتزا ان شاء الله في ميزون، ولا احسن من الاكل تاع الدار. بسم الله على بركه الله. نبدا بالكيلات. انا ندير برك زوج خبيزات عفوا متوسطين، دوك راح نكيل بهذا الكيلة. نتوما ولا حبيتو ديروا بزاف دونك كبروا الكيلة تاعكم. فوالا هوب، دوك راح ندير كيلة ونص تاع الماء يكون دافئ ماشي سخن، دافئ برك. و درتو سخن راح يقتلكم الخميرة خميرة الخبز بيان سيغ. فوالا هوب، كيلو ونص تاع الماء. راح ندير ملعقة صغيرة كيما تشوفوا تاع السكر، ندير زوج ملاعق صغار تاع الخميرة الخبز بيان سيغ، ولا كان الحال بارد ديروا حتى ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز حسب الأجواء عندكم بيان سيغ. مي دون رانا في الصيف دونك راهي السخانه. واش نقول لكم، راح نحكم هذيك الكيله تاعي، ندير ربع الكيله بزيت الزيتون. فوالا اللي ما يحبش زيت الزيتون ديروا زيت المائده ما فيها باس. ربع الكيله تاعنا فوالا كيما تشوفوا زيت الزيتون، وراح نزيد ملعقه كبيره تاع حليب بودره. الناس اللي ما عندكمش حليب بودره دونك عوضوا هذاك الكاس ونص، ديروا كاس حليب عادي والنص الاخر تاع الماء. الناس ما عندهمش حليب بودره ما فيها باس، ما تقلقوش روحكم. دونك جو ميلونج لو تو، وهنايا نبدا نضيف في الفرينه. هاوليك الكيله الاولى تاع الفرينه. بسم الله، زيد الكيله الثانيه. والكيلة الثالثة، دونك ثلاث كيلات تاع فرينة. ونزيد حوالي نص ملعقة صغيرة تاع الخميرة الكيميائية. هاوليك نص ملعقة صغيرة تاع الخميرة الكيميائية، ونخلط بالملعقة برك كيما تشوفوا. دونك لابيتزا تاعنا لاباط تاعنا تكون سائلة، ما تخافوش، هذا هو سر نجاح لاباط تاعكم تكون هشيشة ما شاء الله. شوفوا هاوليك فريمون سائله. دونك هنا راح نزيد ندير اضافات، اللي ما يحبش ما ديروش. دونك الملح ليس اضافه، دونك لازم نملحو. دونك ندير حوالي نص ملعقه صغيره تاع الملح بس راح يلحش ويكون عندنا الفرماج، دونك ما تكتروش. حوالي نص ملعقه صغيره تاع الملح بيان سيغ. نتوما ولا درتو كميه كبيره دونك ديروا حسب كميه الفرينه. هنايا عندي الاعشاب المنسمه، راح نزيد ملعقه كبيره عفوا بذور الشيا، انا نحبهم على بالكم صحيين. زيد شويه فلفل اكحل، فريمون نص ملاباط تاعي، شويه فلفل احمر باش يكون اللون ما شاء الله. دونك درت ملعقه تاع بذور الشيا كما قلتوا، اللي ما عندوش بذور الشيا تقدروا تعوضوه بالحبه السوداء يعطي ثاني الجو ما شاء الله. هاوليك هكذاك باش نوكلوا الزريعه ولا البذور هذه مليحه للصحه، نوكلوها لاولادنا. هذا واش نديروا لاباط، واش ندير في هذه المرحله كيما تشوفوا باقي بالملعقه ما توشيت والو. راح نخطيها ونخليها دونك تخمر حوالي 10 دقائق، نعاود نتلاقاو ان شاء الله. جوزو لاصوص تاعنا و فيغين صوص ميزون. دونك هنايا عندي زوج حبيبات تاع طوماطيش طايبين مليح، نص بصله كبيره، ولا عندكم بصله صغيره ديروا بصله كامله. وعندي راس بليتو ينكوستاي بيان سيغ. انا راح ندير كميه صغيره، نتوما ولا درتو كميه كبيره زيدوا في المقادير تاع البصل والطوماطيش. نبداو في التوابل على بركه الله. واش نديروكم، راح ندير حوالي نص ملعقه صغيره تاع الكركم، ملعقه صغيره تاع الفلفل الاحمر،
بابريكا، نص ملعقة صغيرة تاع ربع ملعقة صغيرة تاع فلفل كحل، ونزيد بيان سور الأعشاب المناسبة. أنا بقات لي حوالي ملعقة، دونك درتها حوالي ملعقة صغيرة تاع الأعشاب المناسبة، ونزيد حوالي نص ملعقة صغيرة تاع الملح، ما تكثروش الملح. فوالا هذا الملح. بيان سور زيت، لازم زيت الزيتون، اللي ما يحبش زيت الزيتون دونك ديروا زيت المائدة. ندير حوالي ملعقة كبيرة تاع الزيت، نخلطوا كلش على خطره. وهنايا كما تشوفوا عندي ملعقة كبيرة تاع كونسنتري طوماط، دونك حوالي ملعقة كبيرة. اوب، وراح نزيد شوية برك تاع الماء. وعندي ورقة الروند، هذا واش ندير، راح نرميها في قناة ونخلي كل شيء يطيب على غرضو. على بالكم تقطع تاع الخضرة كان تقطيعا عشوائيا، باسكو من بعد راح نميكسيوها، دونك ندير لاصوص تاعي طيب على غرضها. هاوليك لاباز تاعي بعد ما خليتها حوالي 15 دقائق ما بين غسلت المواعن، هاوليك دونك ودرنا قطعت لاصوص قدامكم. واش ندير في هذه المرحلة، نزيد شوية تاع زيت كيما تحبوا، زيت المائدة ولا زيت الزيتون، كل واحد يدير واش يحب. دونك نحاول نضبطها شويه باش نخرج لها الهواء، شوفوا تكون رطبه بالبزاف باش تنجح لكم لاباط تاعكم. خلطوها حوالي دقيقه برك، وعاودوا خلوها ترتاح ولا تعاود تطلع. هاوليك لاصوص تاعي كيما تشوفوا قبح سخونه. واش ندير في هذه المرحله، راح نزيد حوالي ربع ملعقه صغيره تاع السكر. علاش راح ندير السكر؟ باسكو كاين بزاف تاع لا طوماط، دونك باش نعدل درجه الحموضه في لاصوص تاعي، دونك ونطفي عليها ونريحها ديراكتومون. هاوليك لاصوص تاعي راح نحطها، هاوليك ولا شفتو بعد ما ميكسيتوها تميكسات ولقيتو لقيتوها مازال عندها بزاف تاع الليكيد، تقدروا تعاودوا ترجعوها في الكسرونه فوقنا باش تنحيو شويه تاع الليكيد، دونك تغلي ينقص الليكيد تاعها. فوالا لازم تكون هكداك موين. فوالا اوب، هنا هي لاصوص تاعي واجده، والحشو كل واحد يدير حسب المقدور تاعو. بيان سور قبل ما ترحيو نحيو ورقة الروند اللي درناها لداخل، اطونسيون بالك ترحيو معها ورقة الروند، ملاحظة برك. بعد ما خلينا لاباط تاعنا عاود ترتاحت حوالي 15 دقيقة، دونك هنايا راح نبدا نشكل الخبيزات تاعي. دونك هذا الكمية راح تعطيني زوج خبيزات على بيتزا، دونك راح نقسمها على اثنين وندير بالواحد، نجمعها برك بيديا. فوالا اوب، في هاد المرحلة أنا وجدت شوية سميد رقيق ولا رطب، أنا منحبش نديرها بالفرماج، بخيفر نديرها بالسميد هكداك باش تكون كيما تاع المطاعم. اوب، ونبدا نحرف لابيتزا تاعي، نجيب الفوي ونحل عادي. ديروا او فيغ اميزيغ السميد بدون اشكال. هاوليك نحل ونخلي الاطراف سامكين شويه هكذاك باش تكون كيما تاع المطاعم. الناس اللي ما عندهمش سنيوه تاع بيتزا ما فيها باس، حكموا سنيوه دائريه وقلبوها وديروا البيتزا تاعكم، ارفعوها بدون اشكال وعاودوا صقموها فوق السنيوه. بيان سور المبتدئين اللي يخافوا من لاباط تقدروا تحلوها ديريكتومون فوق ورق الزبده هكذاك ما تغبنكمش كي ترفعوها.
اللي يعرفوا ما عندهمش اشكال دونك دير دير حلوها ما تحلوها على ديروها فوق البلاطو اتعكم هاوليك نسقم مليح ونخلي الاطراف يكونوا هاوليك هاوليك لا بيتزا تاعي نعطيها الشكل دائري والاطراف يكون ونبدا دونك لاصوص تاعي اللي درناها اونصومبل نحل حاولي هوب الطبقه الثانيه راح ندير الفرماج ديروا اي نوع الفرماج اللي عندكم تقدروا ديروا هذا تاع لي ساندويتش دونك نقطع ونحط ميم لافاش كي غيلي ضعف الايمان اللي ما عندهمش اي نوع واحد اخر تاع الفرماج ديروا لافاش ما فيها بس هوب دونك التزيين يبقى اختيار كل واحد يدير واش يحب انا راح ندير فلفل اخضر هوب هذه مناسبه باش نوكل وليداتنا دونك الخضروات هنايا عندي شويه تاع ملقاس قطعته هكداك زوج مرقازات وراح ندير بهم زوج بيتزايات دو بيتزا هكداك ناكلو ونوكلو كيما نقولو ونفرحو كاع العايله بزوج حبيبات تاع المرقاز اللي ما عندوش مرقاز ديرو لا فيون داشي ولا بلون دو بولي ولا لطون ولا ما ديرو والو ديرو برك الخضره وسي كل واحد يدير واش عنده في الدار هوب هنايا دونك راح ندير كميه اونكور مليحه تاع الفرماج راح نعطي ناستيوس للمبتدئين باش يكونوا الاطراف تاع البيتزا تاعنا حميمرين دونك نحكم شويه تاع لاصوص بالبانسو ونجوز على الاطراف تاع البيتزا تاعي هاك هداك تجي محمره ما شاء الله وبيان سور الفور تاعكم كنتو قد شعلتوه ماكسيموم حوالي 20 دقيقه لنص ساعه من قبل باش تدخلوا البيتزا تاعكم وطيب ما شاء الله باسكو حنايا ما عندناش هذاك الفور سبيسيال تاع لا بيتزا دونك شعلوا ماكسيموم الفور تاعكم باش يسخن هوب فوالا هذه برك فكره للمبتدئين هاوليك لا بيتزا تاعنا هنايا راهي واجده انا كثرت زيت الزيتون عفوا باسكو اللي يموت على الزيتون دونك هنايا راح نرميها ديريكت مول الفور قسمه الطيب ويذوب الفرماج تاعنا